الوداد البيضاوي يخطو خطوة مهمة صوب المقابلة النهائية، جاء ذلك بعد تفوقه في لقاء الذهاب على حساب الجمعية السلوية، لقاء منح الأفضلية على مستوى النتيجة للوداد، لكنه كرس تفوق فريق الجمعية السلوية أداء خلال معظم فترات اللقاء. نتيجة ستحاول عناصر السلوية تداركها خلال اللقاء الإياب، وذلك بالرغم من علامات الاستفهام التي طرحتها حول تحكيم المقابلة. فريق 3 نقاط ماشي هو فريق اللي كبير في كرة السلة، غنحاولوا نحسموا التأهل ديالنا للمقابلة في مدينة سلا. كيف ما شاف اليوم الجميع يعني التحكيم علامة استفهام كبيرة، يعني جميع الالتحامات كانت تصفر لنا أخطاء. فريق الجمعية السلوية دخل اللقاء بقوة وتمكن من إنهاء الربع الأول بفارق 9 نقاط والحصة 24-15. خلال الربع الثاني ستحاول عناصر الوداد العودة في النتيجة، لكن صحوة الجمعية السلوية حالت دون تحقيق ذلك. الربع الثالث والرابع سيشهدان وجهان مختلفان، الفريقان قدم أداء متكافئا لتظل النتيجة متعادلة، وذلك إلى حدود الدقائق الثلاث الأخيرة والتي ستمنح الأفضلية لفريق الوداد. كما تعرف هذه مقابلة نصف النهائي تتلعب في 2 مباريات، فزنا في المباراة الأولى ب3 نقاط، مازال الروتون إن شاء الله نهار الأحد غتكون مباراة صعيبة بحكم أن غتحكم البوان فيغاج. شوط ثاني سيلعب بمدينة سلا الأحد المقبل، هناك ستكشف عن هوية الفريق الذي سيعبر إلى المقابلة النهائية.